الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقة، انطلاقة رابع الأشواط الخاصة بفئة القعدان الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. الحاضر معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيل وفي جائزة زايد الكبرى لعام 2023 للميلاد، المركز الأول مع هملول سلطان بن مسعود بن سعيد النيادي من يقدم لنا هملول على أول التحديات، بينما المركز الثاني الوصول والانطلاق مع شاهين راشد بن مبارك بن راشد المنصوري، والمركز الثالث نتابع الوصول والانطلاق القادم هنالك والمنطلق لطيف علي بن سعيد بن محمد الخاطري من بدأ يتقدم الآن على المركز الثالث، المركز الرابع الوصول مع والوال راشد بن مبارك بن محمد بالهلي من يقدم لنا انطلاقة والوال بهذا الأداء، أيضا الوصول من الجانب الأيمن كفو من بدأ يتقدم راشد بن سيف بن راشد بن سيف بن خصيف من يقدم لنا انطلاقة كفو، بينما أيضا الوصول والانطلاق والتحديات مع مجد مبارك بن دغاش بن محمد العامري من يقدم لنا انطلاقة نجد القادم على مستوى المركز الخامس. أكتفي بهذه الأسماء، أكتفي بالخمسة المراكز الأولى. العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى. من بدأ يتسلل، من بدأ يغير الأمور، من بدأ بالانطلاق، من يحمل الرقم 1 بدأ يصل هنا. هتان خالد بن مبارك بن سعيد ألوهي بأبناء السلطنة القادمين، ولكن هنالك الانطلاق مع والوال راشد بن مبارك بن محمد الهلي من يقدم لنا والوال في هذه اللحظات. أيضا التسلل والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام العالمي ماجد بن علي بن سلطان الدرعي من يقدم لنا العالمي، من بدأ بالانطلاق، من بدأ بالتحديات، يبحث عن الناموس الغالي وعن تسجيل نقطة مميزة في جائزة زايد الكبرى وفي أرضية ميدان الوثبة، يتواجد على المركز الأول، بينما المركز الثاني الحضور والانطلاق مع والوال راشد بن مبارك بن محمد بالهلي من يقدم لنا والوال القدوم هنالك على المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، يتقدم مجد مبارك بن دغاش بن محمد العامري، وايضا القادم في هذه اللحظات شعار مشاهدينا متابعينا الكرام من وصل نايف محمد بن سالم الشامسي من يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم، بينما الوصول مع شعارك البطين من يقدم لنا مبعد علي بن عبد الله البطين المري من يقدم لنا انطلاقة مبعد، ايضا القادم الصيرمي لسيد سلطان بن علي بن سلطان بن رشيد الاكتبي قادما، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى، العالمي ماجد بن علي بن سلطان الدرعي من يقدم لنا العالمي، العالمي ينطلق والعصا في الأبطال يستفتح الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير وكيلو التحديات والانطلاقات المميز، العالمي ماجد بن علي بن سلطان الدرعي من يقدم لنا العالمي القدوم هنالك على المركز الثاني. المركز الثاني يا سلام، وصل في هذه اللحظات وتقدم نايف محمد بن سالم الشامسي مبعد البطين بدأ يصل علي بن عبد الله البطين المري،
من يقدم لنا انطلاقة مبعد. يا سلام بالرشيد من الجانب الأيمن والعصا في البطان، ولكن مبعد قادم، علي بن عبد الله البطين المري من يقدم لنا انطلاقة مبعد. يا سلام لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. بالرشيد من يقدم لنا انطلاقة الصيرمي سلطان بن علي بن سلطان بالرشيد، وأيضا الواصل والمنطلق الباسل محمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري، ولكن بالرشيد، بالرشيد والبطين، البطين وبالرشيد يتقدم مبعد علي بن عبد الله البطين المري، وهنالك نايف محمد بن سالم بن عوي الشامسي، ولكن البطين الامتار الاخيره ابناء المملكه علي بن عبد الله البطين المري، ولكن بالرشيد، بالرشيد والبطين، البطين وبالرشيد، الله الله بالرشيد. سلام يا العوير، سلام للمره الثانيه، يقدم لنا شعار بالرشيد تاني والناموس. تهانينا لمالك الصيرمي سلطان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي على هذا الفوز والانتصار. لحظات الإعادة، لحظات الانطلاق، ولحظات التنافس حتى خط النهاية من أجل هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات انطلاقة الصيرمي لسيد سلطان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي. المركز الثاني مبعد للسيد علي بن عبد الله البطين المري، والمركز الثالث نايف محمد بن سالم الشامسي، والمركز الرابع كان الوصول مع رابع التحديات. مشاهدينا متابعينا الكرام الباسل للسيد محمد بن احمد بن عبيد وسعيد الخاطري، والمركز الخامس كان وصول على المركز الخامس مجد مبارك بن دغاش محمد العامري. التوقيت الزمني 5 دقائق 54 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهاني والناموس لمالك الصيرمي سلطان بن علي بن سلطان بن رشيد الكتبي. المركز الثاني مبعد قدم مستوى عالي ورفيع للسيد علي بن عبد الله البطين المري بتوقيت 5 دقائق 54 ثانية بدون اجزاء من الثاني. تهاني والناموس بين المركز الثالث. المركز الثالث نايف للسيد محمد بن سالم بن عوي الشامسي بتوقيت زمني 5 دقائق 54 ثانية وثلاثة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. التحية تستمر.